فيديو خاص بصفحة وقناة محمد نصيف المحاور الذي أنتم تريدون أن تدخلوا الإسلام من قلبكم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أنتم تريدون أن تدخلوا الإسلام من قلبكم. من قلبكم تريدون أن تكونوا مسلمين، تؤمنون بكل الرسل محمد وعيسى وإبراهيم وموسى. لا نعبد الرسل، نعبد رب الرسل. تقبلون بهذا؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب آخر يأتي؟ الحمد لله، الحمد لله. قل لهم الدخول في الإسلام سهل جدا، فقط تقول بقلبك ولسانك لله سبحانه وتعالى هذه الكلمات، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وعيسى وإبراهيم رسل الله. لا نعبد محمد ولا عيسى ولا إبراهيم، نعبد الله الواحد كما علم محمد وعيسى وإبراهيم. نقول هذه الكلمات معا، نقول الآن، قل باللصوغة يا شيخ. اليد اليمين ساعد يا إمام، هلب هلب يا سيستم عندي وبرز ويا أميرات ويا أميرات شيخ. اللهم لك الحمد والشكر، يقولون الشهادة بلغتهم الآن. اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب. هؤلاء هم الجالسون المسلمون، ويوجد أيضا بعض المسلمين فيهم، لكن هؤلاء الذين قبلوا الإسلام قبلوا أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم تقبل يا رب، 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 اللهم تقبل يا رب. يسلمون هم وأبنائهم. اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب. يقولون بالعربية أشهد 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 أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ترجم يا شيخ، أنتم الآن مسلمون، أنتم الآن على دين عيسى الحق. أنتم الآن ما تركتم عيسى، بل أنتم اتبعتم عيسى الحق. الإمام إن شاء الله سيستمر في التعليم معكم حتى تعرفون كل شيء عن الإسلام إن شاء الله. غدا تكونون معنا في المسجد، هذا مسجد للمسلمين، حتى يتم تعليمكم إن شاء الله في الصباح. اجلسوا مكانكم، اجلسوا اجلسوا مكانكم. سنبدأ الآن نكتب أسماءهم ونضع لهم البرنامج للتعليم إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب. هذه الأميرة في المنطقة، اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا أرحم الراحمين. أين الإمام يا شيخ؟ لله بفضل الله عز وجل دعونا إخوتنا هؤلاء اليوم، وأسلم بفضل الله عز وجل 6
68 من أهل هذه القرية. أسأل الله أن يتقبل، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. 68 أسلموا من أهل هذه القرية وتمت الدعوة بفضل الله عز وجل، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. صفحة وقناة محمد نصيف المحاور للرد على المنصرين المتطولين على الإسلام مما يعتقدوا هم. الناس اللي بتشتكي من عدم وصول البث المباشر لهم في الفيسبوك واليوتيوب لازم يعمل اللي جاي، ده ضروري جدا عشان يوصلوا كل جديد. تيجي على كلمة اشتراك وبعد كده تعمل تفعيل الجرس للكل، وكذلك في التليفونات نفس النظام. تابع الفيديوهات كلها، هنا الفيديوهات المشهورة، هنا الفيديوهات الأحداث البث المباشر، وهنا الفيديوهات المرفوعة أو البول. كذلك الصفحة، تدخل الصفحة لازم تعمل اللي جاي، ده ضروري جدا عشان يوصلك كل جديد في الفيس واليوتيوب. تعمل عجبني ثم تيجي على متابعة، ثم تاني إعدادات المتابعة، ثم تخلي المفضلة، ثم المنشورات تخليها القياسي، فيديو كل الإشعارات، فيديو بث مباشر كل الإشعارات، بعد كده تيجي تحديث كده في الغالبية البث المباشر، وغالبية الفيديوهات اللي رفعتها على القناة والصفحة هيوصلك ليها إشعارات وحيوصلك كل جديد. الناس اللي عايزة ناس كتيرة كلمتني عايزة تدعم إعلانات ومحتوى القناة على البيبال، أدي البيبال تضغط عليه وإشارة هيطلعك على البيبال، وكذلك الباتريون، أدي رابط الباتريون. والصفحة والقناة يا إخوة ليست معمولة لربح المال ولا هتعمل لربح المال بإذن الله، ولكن لمتطلبات القناة وإعلانات الفيديوهات وما إلى ذلك. متابعة تويتر، آدي تويتر بالعربي، وكذلك إنستجرام بالعربي محمد نصيف المحاور، وكذلك تيليجرام.